اخويا الواقع هو ان الدري كيشتغل عنده موطور كيهز عليه البلايص، كان هز واحد المراه حامله وكان جايبها في الطريق، وخرجوا لي واحد ثلاثه اشخاص وكانوا ماشي في الوعي ديالهم، كانوا سكرانين و بداو كيخصوا في الهضره في الموطور. المراه حامله خلعاش بداو كيديروا المجوانات وشي لعيبات، مشي شلهم. ملي نزل الدري كيدوي مع واحد مشدود هويا، جا واحد هو ضرب لي جنويه في فخده، قاس لي العاق ديال القلب، ودابا الدري غتوفى. والدري اخويا راه باقي صغير، الله عنده شي 29 سنه ويلا تزوج، عنده دري عنده شي 6 شهور بحال ما كان. والدري اخويا غضعنا فيه حنايا فابور، والدي ضاعوا فيه، الدري كيترزق الله ولا وقعت لينا. ودابا كنطلبوا من السلطات المحليه وما يتاخذوا الاجراءات، حنا غدا بغينا والو، غدا الدري غمشى، الدري ما غاديش يتعوض، وكنطالبوا بالحق ديالنا ناخذوه وصافي. هادشي اللي كنطلبوا، اقصى العقوبه، شي حاجه الدري مخلي عائله على قدها، مخلي زوجه ومخلي ابن ومخلي عائله، والدي غير باغيين يتسطاو دابا. خويا من الاسباب الرئيسيه اللي كانت سبب في المقتل ديال الدري هي الاسعاف. بقينا كنعيطوا ليهم اخويا وكنصيفطوا ليهم بنادم وما جاوش، ساعتين ولا ثلاثه السوايع وبنادم كيتسنى وما جاش الاسعاف. يعني كون جاو الاسعاف في الاول ما غاديش نضيعوا في هذا الدري، وما يخليش مرا يلاه مجوج دابا شي عامين وولد عنده 6 شهور. هادشي الاسعاف اخويا كانت من الاسباب الرئيسيه في المقتل ديال الدري. وفي الاخر ملي بقينا كنعيطوا وما جاوش الاسعاف، اضطرينا ان واحد الدري كانت واقفه في الشارع طلبات واحد من طريبوطو باش يوقف، وهزوا الدري في طريبوطو وداو حتى قدام الكوميسيريه وحطوه، عاد جاو الاسعاف. وكانوا الطاكسيات خدامين ما يكونوش خدامين طريبوطو، يعني وسائل النقل ما كايناش. الا بغات المراه تخدمها من الحي الصناعي المشروع الفضل ما غاديش تلقى فاش تمشي، ولا تحيدوا الطريبوطوات وبدات تمشي على رجليها، مشكل كشار من هذا المشكل ديال الطريبوطوات. يعني راه الا دار النقل غادي يحيدوا الطريبوطوات والناس غيتهناو، وغادي تقل الجريمه تقل السرقه، اي حاجه غادي تقل. خويا غير المطلب ديالنا الوحيد دابا حاليا، حيت دابا ضعنا فيه اللي عطى الله عطاه، وولدو تا هو مسكين باقي صغير عنده 6 شهور ضاع فيه. خارج نهار العيد خدامه، خدامه على الدغي، الناس نهار العيد غير كتمشي كتعيط، كتمشي كدور كتسافر، هو خارج خدامه على قبل الدغي. حنا كنطلبوا دابا من السلطات هي تاخذ لنا حقنا وحق الدغي الصغير، والدغي غير درويش وضريف شهاده الجميع الساكنه كامله. انت قول شحال ديال الناس باغيين وشحال ديال الناس غادي معنا الراوده وكل شيء. السيد الله يعمر هذا. خزينا في واحد الاخ ولد عمي ان شاء الله كبير، خزينا فيه دابا تلقاو لي واحد جوج ما عرفتش كيفاش تلقاو ليه سكرانين، ضربوه بموس، ما راه عاولا الوالدين لا حتى شي حاجه، الدري باقي بمقتبل العمر باقي صغير. عنده 26 عام، يلا تزوج، عنده وليد، عنده 6 شهور، عنده 6 شهور مسكين تلقاو ليه، مسكين تترزق على وليداتو، تلقاو ليه جوج ما عرفتش واكلين شاربين، ضربوه بموس وخلاوه مسكين تنزف وضل الله دا امانته، ما عرفتش، وخلاو والديه مشويين عليه وحنا مشويين عليه، ما عرفناش هاد الناس عندنا في هاد المنطقة ديال المشروع، الناس تلقاو ليهم، سيرة الإسعاف السيد ما عنده نزيف. عندنا نزيف حاد ولامبيلونس دات ثلاثة السوايع أربعة السوايع حتى السيد الأمانة دات أمانته، داو تريبورتور في دراجة عادي دراجة نارية، داو تلدو السبيطار ولامبيلونس ما كايناش بزاف. هنا قوة المنطقة عامرة بالإجرام هنا، وخاص يديروا معنا شي حل والله العظيم.